انا هعدي عليها بسرعه، بس عشان بقول لك الكلام كله هنراجع بسرعه على الفيشل نيرف وهنركز على الالكتريكال تيستنج، الحته اللي هي ممكن تبقى صعبه شويه. تمام. اول حاجه بنتكلم على الاناتومي او الفيشل نيرف، عندنا في 3 نيوكلي دي قبل كده الاناتومي مره. هو الانتركرينيال بارت، نمسح بقى الكلام ده عشان نرسمه. في عندنا ثلاثه نيوكليات، في عندنا موتور نيوكليس، في عندنا باراسيمباثيتكس، وفي عندنا سنتر. يعني الفيشال نيرف ده ميكسد نيرف. بص كده يطلع كده الموتور نيوكليس اللي هي موجوده في البونز دي الازرق دي، فايبر تطلع بتلف حوالين نمره 6 وتطلع عند الجنكشن كما بالظبط بين البونز والمدار. وبعدين عندنا السبيرو سليفري نيوكليس برضه موجوده في البونز دي، بتطلع كده. وبعدين تبيرو سيليفري نيوكليس دي اللي هي بارس الباساتيك اللي هي سيكريتري للسب لينجوال ستوب مانديبر سيليفري جلاند واللاكريمال جلاند. النيوكليس سيريتاليس دي موجوده في المظله حته منها، يطلع منها الفايبرز اللي هو اللي هي السنسوري فايبر كده اهو. طبعا هم ماشيين جنب بعض يعني. الثلاثة دول بيعملوا فيشال نيرف، دول بيمشوا مع بعض بيسموهم نيرفس انترميديس، والموت فايبر ماشي كده اهو برضه معاهم، دول مع بعض ودول لوحدها بيخرجوا عند الجنكشن بين البونز والمظلة. وهنا ورانا هنا السيريبيلوم، هنا البيتراس بون، فالحتة دي اسمها ايه؟ سيريبيلوم بونتاين انكل. يبقى في جزء في البرين جوه البرين هو الموتور نيوكليس والباراسمباثيتك والسنسور اللي هو دي سلوشن باتي نيوكليس دي نيوكليس سيرتيرز، يطلع نيرفس انترميديس والموتور دول الموتور فايبرز مع نيرفس انترميديس دول يعملوا فيشيال نيرف، يمشي في حته فاضيه الاول اللي هي السيربيلو بونتاين انجل، وبعدين يروح داخل في البيتراس بون. اول ما يدخل في البيتراس بون يبقى ده اسمه كرينيال بارت اللي هو جوه العظم. ده بيمشي ازاي بقى؟ بيمشي فوق الانر ايد كده، وبعدين في الميدل ايد يمشي من قدام لورا كده، ويجي بعد كده في البوستيريور وول يروح نازل لتحت. هو عامل كده اهو، يعني على الودن اليمين بتاعتنا، على الودن اليمين بتاعتنا ده ترانزفيرس بارت، عشان لو انت شايف الميدل وول بتاع الودن اليمين يبقى كده، وده ايه؟ مستويد؟ ايوه يبقى ده ايه؟ لابرنسايت اللي بيسموه الايه؟ لابرنسايت. في جزء ماشي فوق تقريبا الانر ايد لحد ما يوصل للميدل ايد الميديال وول، يروح ماشي من قدام لورا اللي هي الرسمه بقى اللي بنرسمها العاديه. يعني احنا مش احنا بنرسم الرسمه كده اهو. ده الهوريزونتال وده الفيرتيكال. لو رسمناها من فوق هنرسم اللابرنسايت وبعدين الهوريزونتال. طب ليه ما ينفعش نرسم الثلاثة في رسمة واحدة؟ إن هم في 3 ديفرنت دايركشنز. ثلاثة بلينز. فلو جبت زي ده نجيب علبة كبريت كده أهو. يعني لو دي على البتاع ده كده. ده الميديال وول أهو اللي إحنا بنشوفه دايماً. ميديال وول ذا ميديال إيد. فهو ماشي الهورزونتال بارت ماشي كده. يجي هنا أهو عند الفيرتيكال بارت يروح نازل كده أهو عشان يطلع مثلاً. يبقى التاني ماشي إزاي؟ ماشي كده. طب الميديال إيد يبقى ماشي فوق الميدل وفوق الانر ايد لحد ما هو داخل اصلا من الانتنا دوتريكينال. فبيبقى في جزء اسمه لابرنساين بارت اللي ماشي فوق الانر ايد لحد ما يوصل الميدل وول، وفوق في جزء اسمه تمبانيك بارت اللي في الميدل ايد، في جزء اسمه الماستويد بارت. يبقى دول على بعض بنسميهم كرينيال بارت.
الأبنساين سيجمنت اللي ماشية في الأنتيريور فيتري كانال تمام؟ فوق الفيشل نيرف وقدام الفيستيبولا مش مشكلة دي قوي ماشية أهو بس من ميديا للاترال تمام؟ عشان نشوف الكلام ده ماشي على رسمه ولا لا لحد فين؟ لحد الجينيكلو الجانجل خلاص لسه هي دي لحد الجينيكلو الجانجل يمشي من قدام لورا ده بنسميها الفيرست جينو اول تانية لحد السكند جينو دي السكند جينو اللي هو دي بنسميها التمبانيك سيجمنت اللي هي ماشيه في الابر بارت ذا ميديال وول وذا ميديال هيل بعدين تيجي بقى الجزء اللي هو فيرتيكال بارت اللي هو بنسميه الماستويد سيجمنت بيمشي انفيريوري لحد ما يخرج من ايه من السايلوماستويد فولي تمام الاكسكرينال بارت سهل بقى ان هو بيجي في الباروتيد ويتقسم ليه الفايف تيرمينال برانشز في عمليات كنا بنعملها في الباروتيد كان باين فيها قوي فيشال نيرف شايفين ده الفيشال نيرف ده اهو الفيشال نيرف ناس شعار في حاجات اوضح هقولها لكم دي التفريعه الاولانيه وبعدين هو مقسوم اهو تاني فوق وده دي العين نايم كده اهو ده بوستيريو ده انتيريور ودي سوبرفيشال بارت بتاع الباروتيد متشال ودي الفيشال اهو ده ادي الابر برانش واللور برانش هو الاول بيتفرع تفريعه فوق وتحت وبعدين الانتيريور دول يتفرعوا كمان ودي اهو برانش والبرانشات الطالعه وده هو جوه الباروتيد في واحده باينه قوي اللي كتب عليها فيشال نيرف في الباروتيد ده عيان برضه باين في فيشال نيرف كويس هظبط دلوقتي ثانية أكتر بدور عليهم واحدة واحدة هو ده كان عنده حاجة يعني مش في الباروتيد حاجة شوانوما طالعة من الانفرتمبرال نيرف فجاية من ميديا للمندل جزء من لفة حوالين المندل فاحنا ده الفيومر ده الفيشال نيرف بين اهو التفريع او التفريع شايفين برانشات الفيشال نيرف وده الفيومر الفيومر لف حوالين المندل ولا مفيش اوضح من كده وده ايه ده؟ لا سنة برضه خلص يعني بيخلص الحته دي كده بس ما فيش التمبرا ادي اسمها البيس انسلينس يتفرع زي رجل البطه كده يتفرع ابر ولور وبعدين يتفرع تاني وده ايه؟ ده المندل بعد ما شلنا التيومر ده البوستيريور بورد او زمان فده الفيشال نيرف في
مشكله بقى لك جوه. يبقى ده الاناتومي بتاع فيشيا نيرف. اصلنا ده الفورس اصلنا البرانشات. البرانشات اسهل بقى شويه. نيجي في التمبرال بون، هو الجزء الفوقاني ده الحمد لله ما فيش حاجه، كله موجود في التمبرال بون. عند الفيل الجنوب بيطلع جريتر سوبرفيشال بتروزل، ده اول برانش. الجريتر سوبرفيشال بتروزل ده اللي هو بيدي سكريتوري فايبرز لبرس المساتك للكامل جلانز والبلاتاين جلانز، عشان كده لو حصل فيه مشكله الاكريميشن يقل. يجي هنا اهو بعد بقى ما ينزل كده يطلع عندنا الكوستوبيديس اللي احنا لسه بنتكلم عليه، وبعدين يطلع الكوردا تمبناي. الكوردا تمبناي ده بيطلع، خلي بالك احنا شفناه بعد السبديكتومي، بيطلع بعد الاستايل مسود فوريوم، يعني بيطلع بره السكال بعد كده يروح داخل تاني، يمشي جنب الدرام كده وليه كورس، وبعدين يروح طالع من جوه وينزل تاني على مع 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 برانشات من الترجمة عشان يوصل في الاخر للطنك. مش مشكله الكورس قوي لو عايزين تراجعوا جوه الاناتومي بتاع سنه ثانيه، لكن يعني نبقى عارفين في حاجه اسمها نيرف ستوبيديس والكوردا تمبناي. تمام. بعد ما بيطلع بيدي تو موتورز برانشز للستير بيلور دايجستريك و الستايل هايويد، وبيدي طبعا بص الستايل هايويد الستير بيلور دايجستريك والاكسنتو فرونتاليس. الستير بيدي بوست نوكلير برانش الاكسنتو فرونتاليس. الفايف سيلمر برانش بقى كنا حافظينهم زمان، سوسو اللي هو بدري مش عارف سوسو اللي هو بدري، دول بتوع الفيس كلهم طبعا. تيمورال زيجوماتيك بكر مانديبولر سيرفايكل، هو حد من طلبه قالها لي توتو زور بدري مع تيمبرال زيجوماتيك. انا كنت بحفظهم كده الحقيقه باللي يعني بالاناتومي، يعني تيمبرال زيجوماتيك بكر مانديبولر سيرفايكل، الترتيب يعني مش محتاجين مش دي الصعبه يعني اللي محتاجه جمله، بس عشان هي جمله حلوه بالنسبه لهم بس فيها تزوير والكلام ده. يعني ساعات بيجي الاناتومي لوحده، ساعات بيجي يعني بالاناتومي، ساعات بيجي البرانشز بس. تمام. ايه الحاجات اللي تعمل فيش هنا البرانشز؟ انا هقول لكم بس عشان في حاجات رولز مهمه، في حاجات بنسميها الابر موتور. ايه يعني الابر الابر موتور؟ احنا كل ده من اول النيوكلس لحد تحت ده اسمه لور موتور. طب بعدين لو رجعنا في الرسمه الاولانيه هتلاقي النيوكلس دي جايلها كده حاجه من فوق اسمها البيراميد اتراك. اي ليجن فوق النيوكلس بنسميه ابر موتور، اي ليجن تحت النيوكلس بنسميه لور موتور. طب ابر موتور ده فين؟ بيبقى في البرين. كل الحاجات اللي في البرين الليجنز في البرين هي هي، هتلاقيهم متكررين في المنهج خمس ست مرات. مثلا انديكيشن اوف تراكيستوم حاجه مختلفه تماما، الكوزس اوف فيجال باراليسيس ابر موتور حاجه مختلفه تماما. كل الحاجات اللي في البرين هم ما فيش غير ايه؟ تروماتيك انتراماتيك نيوبلاستيك بتمام، تروماتيك تروما انفلاماتوري منجاكتس وانكفالاكتس نيوبلاست برين تيومر ميسيلينيس هيمرج وبريزم. فاي حاجه في البرين ما تفكرش، هم هي نفس القاعده، اي حاجه سوبرا نيوكلير يا اما او ابر موتور. هو ايه اللي ممكن يحصل البرين؟ يعني يا اما تروما حادثه عربيه ولا حادثه، يا اما انفلاميشن منجاكتس وانكفالاكتس، يا اما تيومر، يا اما اللي هم الميسيلينيس اللي هم الباسكر اللي هم الستروب بقى استروموز هيمرج وبريزم. طيب وبعدين نيجي بقى اللور موتور. اللور موتور هنا ده سكه طويله، فمش معقوله الحاجات اللي هنا زي الحاجات اللي هنا زي الحاجات اللي هنا زي الحاجات اللي هنا، فمقسمينهم يا اما الجزء ده. خلي بالك الانتراكرينيال ده في جزء في البونز وفي جزء في الهواء اللي هو السيربيلوموتور انك، وبعدين تيمبورال كرينيال، وبعدين الاكسترا كرينيال. طيب الجزء اللي هو الانتراكرينيال، خلي بالك الانتركرينيال في اللور موتور، الانتركرينيال المقصود بيها الابر موتور. الابر موتور ده لوحده مالناش دعوه. اللور موتور بقى فيه جزء اللي انسايد ذا بون، فاكرين زي الكومبليكيشن لما قلنا جوه البون بنسميه انتركرينيال، اسمه انتركرينيال. والانتركرينيال ده يا جزء في البونز يا جزء في السيربيلو بونتاين انك. الجزء اللي في البونز زي الجزء بتاع البرين، ما هو هو خلي بالك. ما هو البونز يعني هو لو تلاحظ هتلاقيهم هم هم. يعني هنا في مننجايتس، هنا في مننجايتس، هنا في هيمولوج، هنا في هيمولوج، هنا في تيومرز، هنا في هم هم. فحتى لو كتبتهم هم هم تروما مننجايتس تيومرز هيمرز هم هم، يعني كتبت بقى مالتيبل سكلوز مش مشكله، لكن هم لكن هو هو نفس الكونسيبت. يعني الحاجه اللي هتعمل مشكله هنا اهو تختلف عن الحاجه اللي تعمل مشكله هنا اهو، يعني البرين
الطبيعي. فرق 2 سم يعني. لكن طبعا استنبول الضمتين عندي ده فراغ لوحده. ده بقى حاجات قليله اللي بتطلع فيه. يا اما من كونجنتال كوليستياتوما فاكرها؟ اه. يا اما من انجيوما. يا اما فيستبرال شوالوما. يطلع تيومر من الفيستبرال نيرف اللي هو اسمه الغلط اكوستيك نيوروما. ولا اكوستيك ولا نيوروما. في تيومر بيطلع من الفيستبرال نيرف اسمه فيستبرال شوالوما. كانوا زمان فاكرينه بيطلع من الاكوستيك نيرف فاكرينه نيوروما فسموه اكوستيك نيوروما لكن هو ولا اكوستيك ولا نيوروما. ودي الحاجه الرابعه اللي قلنا اسمها بقى. الكرينيال بقى دول ساعات بيجوا لوحدهم. ليه؟ لان هم دول بتوعنا بقى احنا كل الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده كلام ما عداش علينا في المنهج لكن الكرينيال كوزس اللي هو في التمبل ده عدى علينا كله المفروض خلاص كل ده خدناه. تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس تروماتيك زي فراكشر بيز ترانسفيرس بارت زي في عمليه بعمل راديكال بعمل كورتيكال ونزود عليهم بيرس تروما. طيب الانفلاماتوري اللي عمالين نعك فيهم بقالنا شهر اكيد اوتايتس ميديا وديزيز ان ذا فيشال كانال كورال سيبرت اوتايتس ميديا سبيشال كوليستياتوما رامزي هانت سندروم مالجن اوتايتس اكسترنا كل ده حاجات انفلاميشن في البيضه في التمبرال بون ممكن تعمل فيشال نيرفرز. نيوبلاستيك احفظ اساميهم بس الجلوماس والسكوماس والكارسينوما وقلنا الاكوستيك نيوروما مش كان في ارض مربعيه وادي بس البيلز بورس اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. طيب بعد كده هو خارج في الباروتيد اكسترا كرينيال كلهم في الباروتيد فلازم بقى تروما تو ذا باروتيد انفلاميشن تو ذا باروتيد زي سيركل تيومر في الباروتيد مش محتاج عبقري. مثل الياس حاجات بقى ممكن تأفكت في اي حته زي الدايبيتس حاجه اسمها الجيلين باري سندروم ده بولينيورايتس ميركل فلوروزنسال سندروم ده سندروم معاه سكروتال فيشر تانك وبتاع يعني في سندرومز او حاجات احفظ يعني خليك في السهلين بولينيورايتس والدايبيتس والتي بي بس كفايه دول يعني مفيش داعي لحاجات غير عشان لو جه الايتيولوجي اوفيشال بلاس بيجي يعني بيجي ايتيولوجي اوف لور موتور نير نيورو ليجا اوفيشال بلاس. ايه بقى الباثولوجي بمعنى ايه؟ يعني بمعنى العيان شكله كده اهو عنده فيشال بلاس. الفيشال البارلايز ده ممكن يبقى ايه؟ دي حته مهمه بقى يعني دي حته حاجه مهمه ممكن يبقى باثولوجي لثلاث حاجات، حاجة اسمها نيوروباكسن أو نيوروكيميسيس أو أكسن كيميسيس. يعني إيه؟ يعني النيرف عبارة عن أكسون ونيورولما. لو النيرف سليم زي سلك الكهرباء لكن الكهرباء مش واصلة بس ده اسمه نيوروباكسن. يبقى هو النيرف سليم شكلاً. لكن بس الكوندكشن في كوندكشن بلوك. لو النيورولما سليمه والاكسون هو اللي فيه خط خلي بالك الاكسون احنا بنرسمه خط واحد كده لكن هو مثلا 7000 فايبر واحد او 3000 فايبر ده اسمه اكسون كيميسيس الاكسون نفسه اللي هو فيه مشكله. ده طبعا احسن طبعا ده احسنهم لان الكونتاكشن يزيد وهيرجع. ده احسن من ده شويه لكن ممكن بقى الفايبرز وهي ماشيه هي عندها حاجه تمشي فيها لكن ممكن تتلخبط شويه وهي ماشيه لكن في الاخر هتوصل. اللي هو الاكسون تيميسيس. طب دكتور ازاي؟ حلوه يا سلام كنت مستني حد يقول لي. برافو عليك. ليه؟ لان هو اللي بيتكلم عليه ده مش الباثولوجي لو جبت مش لو جبت مقص وقطعت النيرف. لا لو عملت كونفليشن. فالاكسون عشان اضعف يحصل له ديجنيشن الاول. النيورولما سليم. مش كل الليجن هنا انك قطعته بمقص طبعا لو قطعته بمقص هيبقى النيوروتوميسيس بقى ربنا يرحمه العقل. فاهمين؟ لكن مش كل الباثولوجي يعني الهيمولوجي والبوليزم دول بيأثروا على النيرف ازاي؟ بيأثروا على بلاد سبلاي. مش كل الحاجات انك انت قطعته بالمقص. لكن سيرجيكال قطعته بالمقص دي طبعا هيبقى كده خلاص قطعته بالمقص هيبقى الوضع التالت خلاص هو ده هنا وده هنا خلاص كل واحد في حامل طبعا ده الهيلينج نيفر كومبليت يعني هيقابلوا بعض ازاي ده لو حصل يعني تمام فدي مهم دي خلبيش طبعا كلام تاني انتوا بقى تقروه مش عارف بقى مش عارف يرفع حاجبه مش عارف يغمض عينه الاكل بيتجمع مش عارفين في بقه بقه معروف للناحيه الثانيه طبعا بس طبعا انتوا فاهمين يعني العيان ده عنده فيشل بالانس رايت ولا ليفت؟ ليفت تمام الحمد لله.
الحته دي بقى ازاي نفرق بين الاور موتور واللور موتور عارفينها؟ عارفين ليه؟ عشان النيو كلاس بايرات اوكي كده كان بيكتور احنا هنعديها بسرعه بالامور بتاعتها. احنا بس عايز اقول لكم حاجه عايزين نقف عند ايه؟ لو انت جالك عجين لو انت جالك عيال عنده فيوشن بايرات تمام؟ لو العين ده هو ماشي في الشارع كده راح يشتري فول الراجل بتاع الفول ايه خير يا عم احمد مالك انت وشك معوج ليه؟ بتاع الفول هيعرف ان عنده فيشن بتاع الفول. ايه الفرق بينك وبتاع الفول؟ هو هيجي لك انت لما يجي لك بقى يقول لك انا وشي معوج ومش عارف وعيني دي مش عارف اقفلها وبقى معوج الناحيه الثانيه يقول له عندك فيشن بارالس ماشي حلو يعني بعدين ايه اللي انت محتاج تعرفه بقى؟ المعلومه اللي انت محتاج تعرفها. ما هو السؤال اللي بعد كده طب اعمل ايه يا ابني؟ اعمل ايه يا دكتور؟ طب العين ده يعني هتديله ميديكال تريتمنت ولا هتدخل تعمل له عمليه ولا هتسيبه في حاله ولا ملوش يعني ولا ايه؟ ما احنا عايزين نعرف. يبقى ايه الاسئله اللي انت محتاج لنفسك تعرف اجابتها؟ المكان بالظبط هو حصل القطع وايه اللي قطع وبعدين؟ الباثولوجي هو بالمخ كده انت محتاج تعرف ايه السبب؟ لان السبب ده مهم. افرض اللي عمل كده يعني تخيل اللي عمل فيشن بارالسيس ده حاجه ابر موتور وعجان مثلا عنده ستروك والعين كوماتوزد خلاص هنشوف بقى المصيبه اللي عندك الاول مثلا يعني اللي قطعه ان مثلا كوليستياتوما يبقى لازم انت هتعالج الكوليستياتوما اللي قطعه دايابيتس يبقى انت لازم انت يعني اللي عمل له انجن يبقى لازم تهتم بالدايابيتس فانت الكوز مهم ده برين تيومر طب انت شوف البرين تيومر طب نمره اثنين فين؟ يعني اوكي خلاص عرفت السبب طب فين بقى؟ عشان شوف انا هدخل اتصرف هدخل اقعد افتح دماغ العيان واقعد ادور من هنا لهنا مش معقول هجيب النرف من اوله بقى لا احنا نعرف ايه فين. الحاجه الثالثه طب هو ايه اللي حصل؟ ليه؟ عشان هو النيرو براكسيا انا ممكن ما اعملش حاجه لو النيرف هو مقطوع لازم اتدخل طب بالعكس لازم اتدخل بقى انا بخيط تمام؟ يبقى ازاي الانفستيجيشن؟ خلي بالك ما هو بالمخ معموله ازاي؟ ان في ثلاثه انفستيجيشن. انفستيجيشن تو ايدنتيفاي ذا كوز عشان تعرف السبب. تعمل سي تي للبرين بترس بون لو انت شاكك مثلا في كوليستيتوما تعمل ام ار اي لو شاكك في تيومر تعمل اوديوجرام هتقول الاوديوجرام هيبين لي السبب ازاي؟ لو هو فراكشر لو فراكشر معاه كوندكتيف يبقى ده انهي نوع؟ لو فراكشر معاه بيرسبتيف يبقى ده ترانسفيرس يبقى في مجموعه من الانفستيجيشن مجموعة بعملها عشان أعرف السبب. في مجموعة عشان أعرف الليفل ودي مش محتاجة عبقرية. لأن دي بعرفها من الفرنشات وربنا عرفوه بالعقل. لو النيرف ده جريتر سوبرفيشال بتقول سليم يبقى أكيد النيرف لحد هنا أهو سليم يبقى القطعة بعده. طب لو ده سليم وده مضروب يبقى أكيد القطعة هنا. طب لو ده مضروب لو السبيل ده سليم والكورة تمبرناي مضروب يبقى القطعة في النص مش محتاجة عبقرية. زي الكهرباء أنت عايز تعرف يعني الكهرباء مش واصله تيجي المفك تيست وتشوف فين المشكله. طيب الجريتر سوبرفيشال بتروز ده بنعرفه ازاي؟ بنعرفه بالكريميشن حاجه اسمها الشيرمر تيست. ايه الشيرمر تيست ده؟ بجيب حاجه ورقه نشاف كده وباجي طولها 5 سم وبتنيها عند 5 مللي وبحطها في اللور فورنكس في اللور ايليت كده اهو 5 دقائق 5 سم اتنيها عند 5 مللي احطها 5 دقائق طب وبعدين اشوف اتبلت قد ايه او بعدين ادي اتبلت قد ايه وبعدين واحده اتبلت 2.5 سم واحده اتبلت 2 سم بعدين هل ده بوزيتيف؟ لا تشوف الفرق بينهم على مجموعه لو الفرق بينهم اكتر من 30% من مجموعهم طبعا انت عارف حاجات الرياضه دي يعني على طول هي سهله قوي بصوا لو الناحيه 3 سم وناحيه 1 سم يبقى 3 ناقص 1 على 3 زائد 1 نطلع كام دي؟ 50% دي اكتر ولا اقل من 30؟ أكثر. يبقى بوزيتيف تيست يبقى الناحيه دي قليله الفرق بينهم اكتر من 30% من مجموعه ده المفروض تاخدوه في الرمض شيرمر تيست وخلاص بس تبقى فاهمين تبقى فاهم يعني انت يعني ليه طب يعني ممكن انت تذاكر انا بحاول اجاوبك على معظم الاسئله طبعا مش عارف انت بتفكر ازاي بس معظم الاسئله اللي انت بتذاكر المفروض انك انت تسالها لنفسك طب انا عرفت ازاي؟ طب يعني لو فرق 2 مللي يعني ببص في عبد ربنا كده لازم يبقى في طريقه تمام؟ طيب لو ناحيه
طبعا مش هقعد بحط بقى يعني 900 مثال، لكن مثلا لو ناحيه 4 وناحيه 3 دي 1 من 7 يعني تقريبا كام في المية؟ نتكلم في 15 يعني 14 مثلا، يبقى ده نيجاتيف، يبقى ده ما تقدرش اقول ان ده من ناحيه 3 دي ديكريز ريكريشن. تمام؟ الاستابيلتي فليكس قلناه بنعرفه من الاكوستيك، ده الاستابيلتي فليكس اللي احنا قلناه في اختبارات السمع. التيست سنسيشن طبعا مش محتاج عبقريه، تحط حاجات على لسان الحيوان تشوف قادر ولا لا، او تعملها بالبطاريه. فاكرين زمان كنا نحط البطاريه ونحط السلك كده على لساننا تحس بميتاليك تيست كهرباء من ملي امبير. طبعا ما تجيبش السلك بتاع يعني ما تجيبش سلك 220 فولت يعني بطاريه او حاجه كده، ده بنعملها في حاجه اسمها الكتروجاستوميتر. الكواليتيتيف دي اللي هي انت بتحط له ملح وسكر بتاعه تشوفه قادر يتذوقهم ولا لا، والكوانتيتيف اللي هي الالكتروجاستوميتر. السبمن ديبلر عشان نشوف السليفري فلو، بنحط كانولا في السبمن ديبلر ونشوف الجامعه. ما بنعملهاش غالبا يعني، ما بنعملهاش ليه؟ لان هو احنا السبمن ديبلر فلو ده هو ده بيعتمد على الجنسر والشيتر بتروزر برضه، فخلاص احنا عملناهم الاكريميشن وخلاص. يبقى اول مجموعه من المجموعات الاختبارات يعني انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز، نمره 2 انفستيجيشن تو ديتكت ذا ليفل، نمره 3 انفستيجيشن تو ديتكت ذا باثولوجي اللي هي بقى الايه اسمها الالكتريكال تيست. تمام؟ هي الكونس بتاعها سهل قوي. انت بتقارن بين حاجتين، هو النيرف ده عباره عن في نيرف امبلس بتيجي تمشي في النيرف تعمل ماسل كونتراكشن. ففي ستيمولس وفي ريسبونس، فاما تثبت الريسبونس تشوف الستيمولس، يا اما تثبت الستيمولس تشوف الريسبونس. عايز تقارن بين عربيتين، يا اما تملى العربيتين فول تانك وتشوف هيمشوا قد ايه، فاللي تمشي اكتر تبقى احسن. تمام؟ يبقى انت كده ثبت انك مليتهم الاثنين بنزين. تمام؟ يا اما تشوف انها عربيه شوف بقى ايه، مش الاستيمولس، شوف الريسبونس ان العربيه توصل اسرع. ف اول واحد اسمه نيرف اكسيتابيلتي تيست، اللي هو احنا بنعمل ايه؟ ان احنا بنثبت الريسبونس، بنقول ايه؟ اقل ماسل كونتراكشن. فبنقول ان ده المينيمال اماونت اوف الكتريستي اللي نيد تو بروديوس جاست فيجبل ماسل كونتراكشن. يعني اجي الناحيه، هو الاول انا عشان اعرف يعني ايه مبدا الفيشن، يبقى دلوقتي عايز اعرف الفيشن هي كويس ولا وحش. طب بالنسبه لايه؟ لا يعني كويس ولا وحش بالنسبة. يعني لما قلت اسمك احمد ده شاطر ولا مش شاطر بالنسبه ليه؟ يعني حاجه في الدنيا نسبيه، المفروض بالنسبه للظهر مثلا يعني هو مثلا طلع، لما مثلا اقول لا مثلا تقول لي ايه، لما تقول لي احمد جايب 92%، طب ده حلو ولا وحش؟ ممكن يبقى الاول على الدفعه، ممكن يبقى 200 على الدفعه. فانت عشان تقارن الفيشن نيرف لازم يبقى عندك حاجه للمقارنه. فانت بتست الريسبونس ايه للنورمال. طب هو ايه اقرب نورمال عندك؟ الناحيه الثانيه. فكره، فانت بتقارن بين الناحيه الثانيه. فنفترض ان العيان عنده ريجن في الناحيه الرايت عليا، بتيجي في الناحيه الليفت وتشوف ايه اقل كهرباء تعمل كونتراكشن. فبتدي كهرباء قليله قوي مش هتعمل، زودها ملي امبير، تلاقي اقل كهرباء هنا اتعملت كونتراكشن 3 مثلا. طب جيت الناحيه الثانيه لقيتها 3.5، يبقى ده الفرق قليل، يبقى ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلو. لو جيت هنا لقيتها 10 يبقى الفرق جامد. يبقى هنا بنشوف انت افهموا البرنسبل، هو اسمه نيرف، خلي بالك اسمه ايه؟ نيرف. يعني بنشوف النيرف هيبقى اكسايتابل باي كهرباء. المينيمال الكتريكال كارنت الملي امبير ريكواير تو بدو جاست فيزبل ماسل كونتراكشن، ممكن غير بص سايز كفايه مش ممكن تعرف اي معلومات ثانيه. النيرف الاختبار التاني بقى العكس، احنا هنا ثبتنا الريسبونس اللي هو جاست فيزبل ماسل كونتراكشن، واللي مختلف الاستيمولس. الناحيه الثانيه هنثبت الاستيمولس. طيب هنثبت الاستيمولس، ما انت ازاي تثبت الاستيمولس؟ هتقول رقم؟ لا، احنا هنثبت الاستيمولس ان احنا ندي صفرة ماكسيمال ستيميوليشن، بمعنى ايه؟ هندي ستيمولس في الناحيه النورمال هيحصل اكشن بوتنشال. طب هنعلي الاستيمولس هيعمل
هنعلي الاستيمولس هيعلى. طب ليه ما حطناش الماكسيمم؟ ايه اللي يخليك تحط سوبرا ماكسيمم وتحط الماكسيمم؟ لا عايز ما هو الماكسيمم هيديك اكشن بوتنشال. لو الماكسيمم مش فاهم عايزين نثبت الاستيمولس قعدت تزود 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 لحد ما وصلت ل 20 ملي امبير وده الماكسيمم خلاص تبتدي 20 هنا الناحيه الثانيه وتشوف لان انت هتعرف ازاي ان ده الماكسيمم لما تدي اللي بعده ما يزيدش ما انت عم انت عملت تزود هنا كهرباء تدي مثلا 3 ملي امبير يحصل اكشن بوتنشال اديت 5 زاد اديت 6 زاد اديت 20 اديت 21 ما زادتش يبقى ده 20 دي كانت ايه الماكسيمم وانت اخر حاجه وصلت لها 21 يبقى انت تثبت على 21 يبقى 21 دي السوبر ماكسيمم. طب اديت سوبر ماكسيمم ستيموليشن الاكشن بوتنشال ده بيتحسب. هتيجي هنا الناحيه الثانيه تدي سوبر ماكسيمم وتحسب الاكشن بوتنشال وتقارن بينهم. كل ما كان الاكشن بوتنشال عالي كل ما كان النيرف شغال كويس. في حسابات بقى نقدر نعرف منها الديجري اوف ديجنريشن. وفي طريقه للتيست ما ينفعش تعمله مثلا في اول يوم. من اول يوم ما حصلش لسه الديجنريشن ما وصلش. ففي طريقه بقى مواعيد دي مش منتخصه. يعني المفروض تعرف ان انا بعمله بعد اني نيرف اني تيست بعمله بعد ثاني يوم واني نيرف تيست بعمله بعد ثالث يوم وايه طريقه الحساب لا مش مهم المهم افهم البرنسبل ان عندك حاجه اسمها نيرف اكسبريتي تيست وعندك حاجه اسمها عكسها. العكسها دي بنسموها بقى ايه بنسميها ايفوك الكترومايوجرافي ان انا بقيس الاكشن بوتنشال ان انا اقيس الاكشن بوتنشال دي اسمها الكترومايوجرافي لما اقيس الاكشن بوتنشال وانا بدي ريسبونس وانا بدي ستيمولس بنسميها ايفوك او ساعات بنسميها اسم غير شويه اللي اسمه الكترو نيورولوجي. الاختبار الثالث بقى اللي هو الاختبار الساده العادي بتاع الضفدع. الضفدع بنجيب الضفدع ونحط فيها الابره وترسم اكشن بوتنشال بس. نجيب المصب ونحط فيها الابره ونرسم اكشن بوتنشال. شكل الاكشن بوتنشال بيفرق. لو عيان عنده ديجنريشن او عيان بيحصل له ريجنريشن. الديجنريشن بيديني حاجه اسمها فايبريشن بوتنشال والبولي فيزيك اكشن بوتنشال ده بيقول لي ان هو في ريجنريشن بيحصل. تمام؟ طبعا ده مهم بقى للبروبوز. ليه؟ لان ممكن البولي فيزيك اكشن بوتنشال ده يبان قبل ما العين وشه يتحرك. فاطمنه. قال له خلي بالك ان ده هتتحسن، ساعات انت دلوقتي انت مش حاسس بالتحسن ده لكن انت هتتحسن. تمام؟ يبقى دي الالكتريكال تيستنج بتاعت فيشن نيرف. جنرال مانجمنت ما فيهاش حاجه قوي. دي اشورنس بقى كيرف ذا اي بس يعني ازاي تصلح فيش النيرف الحته بتاعت الرئه بتاعتك هتعمل له ايه بقى؟ في حاجات تصلح بيها فيش النيرف دايناميك عشان يتحرك وفي حاجات خلاص تحاول تصلح عشان بس العين وشه يعني تعالج له الايه؟ التشوه اللي في وشه. لو الفيش النيرف مقطوع وجنب بعضه طب لو مقطوع بعيد مش هتعرف شدته انت ممكن تشده بالعافيه بس هيحصل ديجنريشن فلازم تحط حاجه في النص وصله. تجيب الوصله دي غالبا بناخد الجريتر اوكلر نيرف نرف حلو مش محتاجينه قوي موجود في نفس المنطقه ما بناخدش طبعا عمرنا الشورى يعني احنا بنكتب الشورى ده لكن عمرنا بناخد الشورى يعني ولا بنعرف ناخد واحده بتوع الفوز لكن الجريتر اوكلر ده نرف جميل كده عند الانتيو بورد بتاع ستون ماستويد وطالع وحلو وحلو ناخده وخدين. ممكن كمان تعمل حاجه اسمها كروش فيشن انستموجي يعني تاخد وصله من الفيشن ده عشان الفيشن الثاني او تجيب الهايبو جلوستر لسه في حاله عاملينها من ثلاث اسابيع عندنا في القناه حاجه اسمها هايبو جلوستر فيشن انستموجي يا اما تقطع الهايبو جلوستر نصين نص تخليه ماشي وصل للتانجو ونص تاخده توصله بالفيشن يا اما تاخده كله توصله بالفيشن مش مشكله التانجو. ما التانجو عنده واحد ثاني عنده واحد ثاني لكن الفيشن في الوش يعني هيتقلب لما يطلع لسانه مفيش ماشي انا ماشي كده لكن هو العين ماشي بوشه. لو بقى مش عارف لو بقى خلاص الفيشن نيرف طبعا الكلام ده يحصل في الاول لو حصل بقى خلاص طبعا لو انت قعدت بعد ثلاث سنين خلاص المصل نفسها بقى فيها مشكله ممكن بقى تجيب حاجه اسمها فيشيال سلينج يعني العين بقه مثلا معوق كده تروح جايب له حاجه معلق له بقه كده في الزيتونه من جوه طبعا التيمولارس دي حصل لها اتوبي تجيب مصر يعني او البكر كافي دي حصل له الحاجه دي داخله لجوه كده فتجيب مصر تعمل لها ترانس بوزيشن ده كله حاجات دي حاجات بس ايه فور بالظبط فور كوزمتيك الموضوع بقى اللي بنتكلم عليه المهم اللي بيجي في امتحان برضه بيلز دي كتير في الامتحان بيلز بصي ودي اخر حاجه نتكلم عليها وحاجات اللي قلناها يعني قاعد يقول لي في ست حالات ما شاء الله ماشيين ايه ماشيين في الجزمه الاول ولا ايه؟ هو دايما في مصر كده مثلا تقول لحد يقول لك انا بعتهم لك كتير يعني هبعت
يعني زي ما صاحبك يقول لك كده تقول له انت فين يقول له انا نازل اهو انا في الطريق مثلا لسه بقى انا بركب توقعت لما قلت لك انا بركب ما تصدقنيش يعني بس لا المصريين عندهم الحاجات دي يعني ايه المواعيد والحاجات دي ايوه فهمتني؟ يعني هو اللي دي يعني كلم التمريض بتوع العياده هم الحالات جت تكلم الدكتور نسيب بس اسال ماشي عايز تيجي تعالى اهلا وسهلا بس يعني الحالات ما جاتش اوكي ماشي كلمت نفسي كتير تخيل العجله هتبقى كبير شويه يعني كلمت كتير قلت لها احنا عايزين نعمل بريك بسرعه بعد كده محدش عمل بريك بسرعه عايز اسمعك على حاجه ايوه قهوه وبتاع قالت لي اصل ما حدش عامل التلاته طب يعني قالت لي لا قلت لها انا هديك فلوس ما رضيتش مفيش كليشه طب يعني مش كده يا جماعه بتاع عندنا احنا عندنا كاتب كبيره في المؤتمرات دي هجيب شويه انا فاكر فلوس يعني أبدا ما عشان يعني قوة شديدة يعني. المرة الجاية احنا ممكن نكمل كيسز بس مثلا ما هو دي انا عايز اعمل ما هنخلص بس نخلص البيت وبعدين واحنا بنتكلم على الحالات هنشوف على المرة الجاية هنعمل ايه. ماشي. تمام؟ هو انا برضو عندي مرة للأسف وانا مضطر اجي محاضرة. فالمحاضرة دي لازم استغلها. يعني انا عندي محاضرة يوم 26. المحاضرة بقى مش زي الراوند، الراوند لما العدد بيقل خلاص بنتفق بقول انا مش جاي ما اقدرش المحاضرة بقى ما اقدرش مش جاي المحاضرة. فانا لازم اجي المحاضرة. المرة اللي فاتت كان كويس، كان العدد عاجبني يعني كويس، كان كويس، المباراة كانت حلوة أوي. والناس انبسطوا يعني أعتقد الناس انبسطوا. بس ما عدا المشكلة إن أنا اللابتوب ده ما بيشتغلش بقى على الداتا شوت بتاعتهم، فلازم أجيب الحاجة على الفلاش. الحمد لله أنا كنت جايب المحاضرة على الفلاش. ما بقاش بحريتي أوي أبقى عايز مثلا فجأة افتكرت حاجة عايز أوديها لكم في أي حتة. فلازم نكون بقى متفقين هنعمل إيه في المحاضرة. فأنا هو الناس كانت بتقولوا عايزين نراجع الصور. هو الامتحان ده ما فيهوش، عايزين نراجع الصور. ولا تحب تخلينا في الكيسز وتخلي بقى الصور ساعه طلع يلا لا كيس خلاص كيس دي بقى نخليها في المحاضره يعني استغلوا الراوند ما طبعا عارف تقول له ممكن ما اقدرش المحاضره بس انا مش ذنبي بقى ما اقدرش هنحضر بس انا عشان نقول للناس يعني ايوه احنا قايلين من الاول احنا قايلين من الاول اليوم 26 ده هنخلص هنخلص المحاضره بتاعتنا ثلث ساعه لانها محاضره سهله قوي وهناخد ساعه كيس هناخد كل راجع كيس في المحاضره اللي هي يوم 26 هم حددوا الامتحان ولا لسه؟ 1/12 يوم اثنين؟ اه الاربع المحاضره يبقى خميس جمعه سبت يعني عندكم الاربع لا هم لغوش المحاضره يعني لو عايزين تخلوا مراجعه الكيسز في الراوند السبت الجاي اوكي؟ بلاش بس بقول نشرح لكم حاجه يعني الكيس هنشرحها وبعدين تبقى مراجعه كويسه في الاخر تكونوا خلصتوا بقى مذاكره تكون خلصت كل حاجه والمره الجايه نشرح الرسوم بس ولو في وقت اوريكم حاجات تاني يعني لو موضوع بقى انتوا عايزينه يعني مثلا مرتبين مع بعض عايزين مثلا موضوع مثلا السكس مش فاهمينه حد مش فاهمينه كويس ممكن بقى ممكن المره الجايه دي ما يطلبه المستمعون دي الحاجه اللي انتوا عايزينها حاجه صعبه بيطلبوا كتير قوي الرينج باراليسيس يعني لو مش فاهمين يعني بس مين دي هنخلص اورجن هو شوف الجهاز ده بياخد يعني ده اورجن كامل يعني ناخده كله فده ده مهم تورجن ده راوند ده كده كله البيت بورسي ده الموضوع زي ما اتفقنا قلنا دي الديفينيشن بتاعه اللي هو الموتور نيورون فيشال باراليسيس السيوريز برضه زي ما قلنا في سيوريز قلناها في المنيه يعني ممكن يبقى حاجه اسمها باسكر اسكيميا او اوتو اميون او فايرا باسكر اسكيميا نفس الفكره بيحصل لوكال سباز في نيرفات ماشيه مع في لوك جسد ماشيه مع نيرف اسمها البازل نيرفوزا هيحصل قديمة لما يحصل قديمة النيرف بيتخنق جوه البوني كانال بتاعته هيبتدي يحصل له ديجنريشن اسكيميا ومور ديجنريشن الموضوع ابتدي عشان كده الناس بتقول ايه من فيشل برانس ده بيحصل لما اتعرض لهواء
تحصل هواء يحصل هواء يحصل ايه بس يعني يحصل بس بازو كونستريكشن ما يحصل بازو كونستريكشن يحصل اديما والنيرف بتاع كومبريس في الاكسبوني كانت البوني كانت الفيروس ثيوري انه فايرال انفكشن خلاص ساك فايروس او اوتو ميون ليه ده بيجي في امتحان عشان ده كومبريس كوز اوف لور اوتو ميون انفكشن بالانس 90% طبعا يعني لو دايما اتفقنا لو احنا هنسالكم في حاجه في الفيشن هنسالكم في البيلز بورسي هنسالكم في الحاجات الكومن هنسالكم في الحاجات في البوزس اللي هي التيمورال التيمورال بون اللي هي الكرينيال بون اللي هي تبعنا مش هيهمني مش هيهمني انا اسالك انا اقول لك انت اقول الانترا كرينيال الابر موتور نيورو ليجن ده بتاع النيورولوجي يعني ده مش هيجيلي فانا يهمني الحاجات اللي تبعك البيلز بورسي ده 90% المهم ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته جيت قبل كده في امتحان كذا مره بيجي اكتر في الميدل ايج الرجاله او الستات دايما بيبقى بريسبتيتد باي ستريس ممكن باي تروما باي كولد بيزيد في البريجنسي تمام مفيش حاجه معينه يعني العيان ده سيزو ده ديجنوستيك اكسكلوجن يعني العيان ما خدش مثلا ما عملش حادثه عربيه جامده العيان ما مثلا ما عملش عمليه قبليها يعني واحد عمل عمليه في وده وجاله فيشل هيبقى ايه اتقطع في العمليه يعني واحد خبطوا قطر وجاله فيشل هيبقى اتخبط يعني واحد عنده جاله نزيف في المخ وجاله فيشيال لكن واحد مع بني ادم عادي خالص دمه سخن فيشيال كان راكب عربيه نزل اللي عنده فيشيال كان راح المحاضره رجع حاجه فبيقول ده يوسف اكسكلوجن العيان بيشتكي من ايه؟ الكلام اللي عادي يقول لاترال فيشيال لور موتور نيورو فيشيال باراليسيس صادم ممكن يبقى ورش الاول بعدين يقلب كومبليت ايه بقى الحاجات المميزه؟ هي دول هي دي اللي ممكن قبليها شويه يبقى عنده ريتروكلاب بين مهمير كانه انفلين فبيحصل شويه بين كده ريتروكلاب وممكن تبص تلاقي الدرام تلاقي الكورد ده تيمباني باين في الدرام لونه احمر كده يبان في الحته دي كده الكورد ده اللي احنا شفناه في العمليه واحنا بنعمل استبدلته ورفعناه استعناه كده عشان يدخل جوه على السكيس فممكن يبقى الريدش كورد ده تيمباني باين وإذا بصت لتقول له بارتوس الملك ممبرين وممكن العيال لو ناصح شويه يقول لك انا كان في شويه وجع قبل ما يحصل البرانس لكن برضه ستيل ده دايجنوستيك اكسكلوجن حاجه اسمها ميتاليك تيست وهايبر اكيوزس يعني ايه؟ ميتاليك تيست يعني حاسس ان الطنج حاسس ان بطعمه كده بطعم معدني ده نتيجه ايه؟ كورده وهايبر اكيوز دي نتيجه الافكشن ليه؟ جابوا له جابوا له امتحان بقى ايه؟ Describe why the patient has problem in hearing. في الحالة دي. فطبعاً كلهم بيخبخهم ديفنس. وإيه اللي خلي العين عنده ديفنس؟ لا وما عنده. هو عنده هاي معكيز. كان الصوت دي زي. الحالة دي لو رجعتوا للامتحانات. كان يبين لهم حالة بيلز. عادي باين عادي وعارف العين مش قادر يفتح عينه ومعروف والكلام ده. طيب explain. ميتاليك تيست ليه العين كان عامل ميتاليك تيست بس طبعا هم المفروض يفهموا يعني بقول له اكسبلين ميتاليك تيست واكسبلين بروبلم فين طب ميتاليك تيست عشان الكورد يبقى اكيد بروبلم فين عشان حاجه ثانيه هم قعدوا بقى الطلبه طلبوا يعني 90% منهم ايه برو اللي قال لك بقى اصل ممكن يكون ده اكوستيك نيوروما دخلتهم بقى في ناس غلطوا في الحاله من اصله ممكن تكون ده كوليستياتوما وهي عامله فيشل باراليسيس يعني غلطوا بقى في التشخيص اللي هو بيلز من اصله عشان السؤال ده مع انه سؤال سهل المفروض يعني هو تريكي شويه هو قال لك بروبلم فيلينج ما قالكش ديفنس بروبلم فيلينج دي يندرج تحتيها بقى الهايبر اكيوتس هايبر اكيوتس ان الصوت بيضايق اسمها هايبر اكيوتس ليه الصوت بيضايق عشان المصل اللي هي المفروض تحمي من الصوت العالي اللي هي الاستابيليتيز بارلايز تمام انفستيجيشن غالبا ما بنعملوش حاجه خلي بالك بنعمل انفستيجيشن بتاعه الليفل لو العيان اتاخر شويه يعني عشان نعرف هو المشكله فين ممكن نعمل اكتر دياجنوستيك تيست عشان نطمن العيان افرض العيان انا مشخصه بيلز وبديله تريتمنت عملت له خلاص دياجنوستيك تيست وطلع ان هو يعني شكله هيتحسن لكن العيان ما بيتحسنش او العيان جاله بيلز وبعدين خف وبعدين بعد 3 اشهر جاله تاني وبعدين خف لا ده ما كانش كويس اشك بقى في حاجه بقى واحده في الطب شكل البلز كده غير اسمها فيشيال نيوروما يبقى في نيوروما في الفيشيال نيرف نفسه
دي لو موجوده لازم اعمل سي تي عشان ايه؟ غالبا انا عندي واحده عندي حاله يعني دي الام ار اي. بصوا فيش المنومه باينه مكوره ومدوره ومنوره اهي في ناحيه والناحيه الثانيه ما فيهاش. من زمان قوي التصوير يعني دي عاملها مثلا من كام؟ من 12 سنه؟ في سي تي من 12 سنه؟ احلى منه. ده الفيشل نيرف اهو، ودي نيوروما قبل ما نقطعها، نضطر نقطع الفيشل وناخد جريتر اوريكولار عشان نوصله. ده الفيشل نيرف بعد ما قطعناه، احنا قطعناه بايدينا بقى. بس هو العيال الحقيقه كان عنده فيشل بارالسيس، ما كانش يعني ما كانش اعصابه تعبانه قوي لما قطع الفيشل. ده نيوروما. ده ايه بقى؟ اوردر؟ ده جريتر اوريكولار. قصيناه وحطيناه في صلاين لحد ما نجهز عشان نوصله ونخيطه. لا كوبا مش تخين كده. انت الركبه تقريبا بصمته زي الفيش يعني. انا بوريك دي ليه؟ عشان تفتكر الفيش النوروما دي. الفيش النوروما دي الحاجه اللي بتتلخبط مع البيلز. بصي دي مش مهمه للامتحان بس مهمه للحياه بقى. يعني مش كل عين يجي لك بيلز وانت مش عارف وانت ملوش سبب تاني يبقى يعني فيشل اناس فيشل بلاز ملوش سبب تاني يبقى بلز يعني اوكي بلز الى ان يثبت العكس يعني لازم يخف بلز لازم يخف غالبا تمام لكن ما خفش لازم تعمله سي تي لو برولونجد او ريكارنت هتعمل انفستيجيشن طبعا لو جه بلز خلي بالك انفستيجيشن تكتب ذا ليفل وتكتبهم والكتر دايجنوستيك تيست وتكتبهم ايفن اسماء يعني تكتب اسمائهم التريتمنت طبعا الجنرال ميزرز اللي هي موجوده بقى اللي هي ري اشورنس وكير اوف ذا اي والكلام ده الميديكال تريتمنت حسب المخ انت بتقول يا اما فازوس بازم يا اما فايرال يا اما اوتو اميون طب فازوس بازم اديله فازو اليتر الفازوس بازم ده بيعمل ديجنريشن عن طريق انه بيعمل قديمه فاديله استراكشن تقليل القديمه لو فايرال اديله انتي فايرال مش محتاجه عبقريه بالمنطق انت متخيل انه ايه فبتعالج تديله ايه انت متخيل اول سيري فازوس بازم فاديله فازو اليتر طبعا ده لازم في الاول قبل ما يحصل ديجنريشن قبل ما يحصل الكومبريشن بندي من حاجه نيكوتينيك اسيد او بيتا ستين اللي هم في السوق اسمهم بيتا سيرك وبيتا سيرك والكلام ده. طيب حصل بقى حصل قديمه وحصل النيرف بقى كومبريزد اديله حاجه تقليل القديم اللي هي ستيرويدز بنسميها ميديكال دي كومبريشن. بدك دوز عاليه الاول 80 مللي تقريبا وبعدين ابتدي اقلل تدريجيا. لو انا متخيل انه فايرال هديله حاجه انتي فايرال اسمه ايه سايكلوفير اللي هو الدواء اللي بيوقف السايكل بتاعت الفيروس وده الدواء الوحيد في الطب اللي بتاخد خمس مرات في اليوم. ما سمعتوش طب حاجه خمس مرات دي في ده مرتين ثلاث مرات مره ده الوحيد اللي اي سيكور فيلد بتاخد خمس مرات وبعدين يعني هتفضل لحد امتى؟ هتديله ميديكال تريتمنت وتعمل له الكتريكال تيستنج عشان تطمن لو لقيته بقى ما بيتحسنش وده رير قوي عرفت ازاي؟ لو لقيت الديجنريشن شوف بيدخل امتى لو الديجنريشن عدى 90% يعني الديجنريشن ايوه ما هو انا كده انا اعرف ازاي ان انا بره. هسال مين؟ هو كان يجي بس يقول لي. اه دخلت بص. معلش يا احمد. معلش خلي حد بقى يجيب لي شغال العكس. لو الديجنريشن وصل اكتر من 90% بندخل نعمل بقى سيرجيكال ديكومبريشن بدخل اشيل البوني كنافي عشان نيرف ايه؟ النفس. طبعا لو العين جالي بقى بعد سنتين بعمل له بقى ريهابيتيشن اللي احنا اتكلمنا عنها. اخر حاجه خلاص خلصنا بس نشوف الحالات ونشوف بقى ايه يعني معلومه. اقول لكم معلومه الكروماتيك فيشل بارادس. عيان عمل حادثه او عمل عمليه. الاثنين زي بعض. جاله فيشن اعمل له ايه؟ يعني ادخل ولا ما ادخلش؟ حسب فيشن ده حسب حاجتين بارشل ولا كومبليت؟
ايميديت ولا ديلي. لو ايميديت وكومبليت يبقى اتقطع. استنى ايه؟ يعني دلوقتي عايز العمليه اهو عملت له راديكال، عشان كده لو تلاحظوا لازم العيان اول هو بيصحى من البنج ابص على الفيشل نيرف وانا عامل راديكال. الناس حضروا معانا يعني. عملت له عمليه وهو بيصحى لقيت عنده كومبليت فيشل نيرف. عرفت القطع؟ انت تدخل تشوف ايه اللي حصلت؟ عيان اتخبط وجاله كومبليت فيشل براس ايميديت. طيب لو الفيشل بارشل يبقى لاصق بس بقى حاجه ضغطه عليه. لو مثلا انا حاطط باك اشيله اديله انتبيوتيك اديله طرق يبقى لو بارشل يبقى ممكن استنى. طب لو ديليد استنى يعني لو بصيت عليه بعد العمليه كويس وكان يوم حصل له براليسيس يبقى اكيد مش مقطوع. خلي بالك عشان يتدخل لازم الاثنين، واحده منهم بس تكفي ان ما تدخلش. يعني افرض كومبليت لكن ديليد استنى، افرض بارشل لكن ايميديت استنى، ادخل لازم ايه كومبليت ايميديت. خلاص لو حتى هدخل لو عمليه هفهم كده بقى. انا مش هخلص، انا مش هخلص، انا خلصت، انا مش هخلص، 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 انا مش ده متفرغ لحاله.